السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة ديال منير مسفيوي اللي متخصصة في بيع وشراء جميع أنواع العقارات. بغيت نوري لكم واحد لابارتومون بروميير ايطاج، دو شومبر، صالون، لا كويزين والدوش، عندها تروا فاس، ثلاثة الواجهات. جات في بروميير ايطاج، المساحة ديالها 78 متر، الثمن ديالها 48 مليون. الدخلة ديال لابارتومون هي هادي، انت تشوفو بيبان شي حاجة عصرية خير ما كاين في الإصلاح. لا كوزين بالبالكون، هاد لابارتمون عندها ثلاثة ديال الواجهات ومحفظة، وكاينة إمكانية ديال وعد بالبيع. اللي باغي يسول على اي حاجه الف مرحبا، غير يتصل بيا على رقم 0674 55 35 03 ديال الكوزين في البالكون. كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيشجعوني داخل الوطن وخارج الوطن، شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم. الجاليه المغربيه وجميع المغاربه فيما كانوا، شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم، وهاد القناه تعتبر القناه ديالكم. هاد الشقق راه محفظين وتيجيو في مواقع ممتازة. اللي باغي أي حاجة غير يتصل على رقم 0674 55 35 03. كاينين بزاف ديال العقارات عندي للبيع، جميع أنواع العقارات، ولا كان الخط مشغول غير عاودو الإتصال. بعض الناس يتصلو بيا تلقاو الخط مشغول غير يعاودو الإتصال. هي كاين شومبر، لابارتمون فيها جوج البيوت وصالون لاكوزين والدوش، بروميير ايطاج، ثمن 48 مليون، المساحة 78 متر، كاينة إمكانية ديال وعد بالبيع. اللي باغي أي حاجة غير يتصل بيا على الرقم 0674 55 35 03. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. كنشكر جميع الناس اللي كيتصلوا بيا من جميع المدن وجميع الدول، شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم، وانتظروا ان شاء الله ديما الجديد على القناه ديال منير مسفيوي. كاينين الشقق حتى في مراكش، قنيطرة، في الشمال. اللي باغي اي حاجة غير يتصل بيا. ويكون غير الخير ان شاء الله.
اللي باغي الشقق حتى في تركيا كاينين الحمد لله. احنا السمعة ديالنا وصلت للدول الاخرين الحمد لله. اللي باغي اي حاجة يسول على العقار مرحبا، اللي باغي اي استشارة في العقار غير يتصل بيا على الرقم 0674 55 35 03. هذا الصالون كما تشوفوا، هذا الابارتمون عنده 3 فاص، عنده 3 الواجهات. كما عودتكم ان شاء الله ديما شقق فاخرة وفيلات وكل ما يتعلق بالعقار. اللي باغي اي حاجة غير يتصل بي على رقم 0674 55 35 03. الصالون هاد الشقق راهم محفظين بالنسبة للناس اللي تيسولو على التحفيظ، وكاينة إمكانية ديال الوعد بالبيع غير باش الناس يعرفو شنو اللي كاين. ده شومبر